أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبي سبايا. أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبايا. شو يعني السبايا نعمان؟ ها؟ ما تعرف نعمان. هشام ما تعرف. فراس ها؟ نساء الأسرة. هي صح، نساء الأسرة اللي هن غير ملة الإسلام، صح؟ يعني يعني غير مسلمات، كافرات. أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالسبايا. من ضمن السبايا كانت امرأة تركض تبحث، تبحث عن من شباب تتوقعون؟ عن ابنها. مسكت ابنها وجدت، فبكت وأرضعت، ضمته لصدرها وأرضعت. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن امرأة غير مسلمة، يتكلم عن من شباب؟ غير مسلمة، غير مسلمة. يقول هل ترون هذه طارحة ولدها بالنار؟ هي مسلمة ولا غير مسلمة؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده منها. جاء واحد دخلوا بعض وقال لا لا لا، هي ليست من السبايا، وهي كانت مسلمة بس تبحث، تحب ترضع السبايا. طبعا هذه رواية ضعيفة لا تصح أبدا، انسوها، لكن ذكرت حتى لا تستخدم بعد ذلك. أعيد الكلام وركز في الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بالسبايا، غير مسلمات، كافرات من أرض المعركة صلى الله عليه وسلم. من امرأة كافرة كانت تبحث عن ابنها، وجدت المرأة الكافرة التي لا تؤمن بالإسلام ابنها، أرضعت المرأة الكافرة وهي تبكي ابنها. أنا عمدا أقول كافرة. فقال نظر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الكافرة التي لا تؤمن بالإسلام، وقال صلى الله عليه وسلم هل ترون هذه طارحة ولدها بالنار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بها، الله أرحم بعباده منها. عن من يتكلم؟ عن من يتكلم؟ عن المرأة. ليه؟ شو تستنتج من الحديث نعمان؟ ها يا أخي قول نعمان، لا ترفع، والله ترفع ضغطي. الرحمة عند الله. شو تستنتج هشام؟ شباب شو تستنتجون؟ رجل يقول رحمة ما فيها مسلم كافر. شو الشيخ المعشري؟ معشري شو نفس جواب رجاء، الرحمة ما فيها. لن أشرح الحديث، سأبقيك تفكر، سأبقيك تبحر في الحديث. أنا أعلم ستجد هذا الفيديو تحته 1000 تعليق يشرح الحديث. سيخرج إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الرحمة بغض النظر عن دين الكافرة، عن دين المرأة. وستجد تعليقا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتكلم أن الرحمة لا تخص مسلم وكافر، دليل المرأة الكافرة. وأيضا ستجد تعليقا أن الله سيرحم عباده، إذا كانت هذه التي لا تؤمن به رحمت، فالله أرحم أن يرحم هذه المرأة. ستجد تحت هذا الفيديو في قناة اليوتيوب 1000 و1000 و1000 تعليق. دع عنك ما ورثت، لكن سأقرأ بمنطق وأنت تقرأ بمنطق. أنا أعدكم سأقرأ التعليقات التي سترد تحت هذا الفيديو، لهذا لن أشرح الحديث. سأترككم ليه يا شباب؟ ليه؟ سأترككم ببركة الحديث. أكتب الحديث، قم إعطاء معطيات الحديث، سبايا، امرأة غير مسلمة، أضاعت ابنها، نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر لدينها، أخبرنا برحمة الله. اكتب معطيات وتكلم. أنا لم أتكلم الآن، أنا الآن ما تكلمت ولم ينطق لساني بشرح الحديث، لكن سأجعلك أنت تتكلم. هذا الحديث أعدكم أني سأقرأ الكومنتات والتعليقات أسفل الحديث. تحلوا بأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في التعليق، تحلوا بأخلاق الإسلام، خالفتني، اتفقت معي، أحببتني، كرهتني، أنا أحبك وسأدعو لك، الله يجمعني فيك في الجنة. سأقرأ كلامك لأرتقي بعقلك، وأرتقي أنا مع عقلك، مع عقلك، وأرى جمال تفكيرك، وتلزمني الحجة، فأنا أحب من يلزمني الحجة. أهلا وسهلا بكم.